انت بتحب ايه وتعمله، واوجهك عشان تعمل نفس اللي الشخص ده عمله، اساعده. واشوف بقى ايه النقطه الرابعه بقى هنا، اشوف جماعه الرفاق بتاعته، جماعه الاصدقاء. طبعا انت حضرتك عارف ان اصدقائنا هم كانوا من الحاجات اللي بتاثر علينا جدا، أكيد طبعا. الودن بتسمع جدا والواحد بينتبه ليهم جدا، لان حضرتك اذا كان البيت بينفر الطفل على طول أصدقائه بيترمي بيروحوا في حضن أصدقائه على اصدقائه طول. وبيحكي ويستفيض وغيره بيحكي، فالحكاوي بتبقى شهيه قوي يعني. ده بالنسبه للخطوات الايه العناصر بتاعتها سريعا يعني.